فكره خط الهجوم في ضربات الجزاء، ويا ترى مين اللي هيحسمها، فريق شعلله ولا فريق سهلله؟ الاثنين يقدروا يحسموها. لسه الاماني ممكنه لفريق شعلله، لسه الاماني ممكنه لتاكيد الفوز لفريق سهلله. مين هيلعب ضربات جزاء على مين؟ مين يحب يلعب ضد مين؟ يعني. احنا كلنا هنصوت مش كده؟ بس مين يحب يلعب ضد مين؟ وهنقف احنا هنقف في الجول. عادي خالص. انا هشوط. هتشوط على مين؟ محمد صلاح. صلاح المصري، اتفضل يا صلاح. اتفضل يا صلاح. بص بقى صلي على النبي ان شاء الله كله دلوقتي. قول يا رب باذن الله. باذن الله دلوقتي صلاح المصري. بالك ياسر بيفكر بالعقل اكتر من اول ما اديك الاشاره. شوط يا ياسر، دي ضربات حره ما تنزلش قوي برجلك ممكن تجيبها. ياسر الزنكلوني، ياسر الزنكلوني، جو جول. حلو قوي يا زنكلوني. جو جول خلاص. حلو قوي يا زنكلوني. خد اهي يلا اديله 1-0. ياسر الزنكلوني بياكد الفوز يا جماعه. ضربة تانية ياسر الزنكلوني، داخل ياسر، داخل ياسر، وبيصد صلاح المصري. بيصد صلاح المصري اخر ضربة. اهدى اخر كده ضربة. ماشي ماشي ماشي. اخر ضربة ياسر الزنكلوني. ياسر الزنكلوني، ياسر الزنكلوني بالشمال وبيصد صلاح، ويقف ياسر وصلاح يشوط عليه. حلو يا ابو صلاح. بس سند اللي رجله قد كده اساسا. سند المفروض ما اقفش بجنبه، يقف بجنبه. صلاح المصري، ركز يا صلاح. ماشي. ركز يا صلاح، ركز يا صلاح كده، والعقل كده زي ما هو عامل الاولانيه وبيصد. الله زنكلوني، الله زنكلوني. بالراحه مش النص. صلاح المصري داخل، صلاح داخل، صلاح، صلاح المصري، صلاح المصري، ايوه بيصد. خد اهي، خد كره ثاني. هي ما فيش، كله نص اصلا، كله في يعني ايه كله نص؟ ما هو الراجل لعبالك في زاويه هناك وجابها جون. هي مش من قوه على فكره، بالتركيز توجيه العقل. براحه وبيصد. الله يا زنكلوني. ياسر الزنكلوني. ودلوقتي اتى دور كل من احمد سند و بص يا سيد. انا اصلا اخاف من رجله. بص يا سيد، بص يا سيد، بص بص بص. المساله مش عايزه كوره، المساله عايزه ايه؟ اهي مثلا هو ايه، هو فاتح رجله كده. هتروح انت عامل ازاي؟ ياما يا خالتي يا تيتا بس وضيعها. فهمت؟ فهمت الطريقه. بقول لك ايه، انا مش ممكن اقعد. لا تقعد ايه وانت مالك جون كده؟ ما ينفعش. العب. لا يا عم ازاي؟ والله اديها له فوق اهي. ما ينفعش، ما ينفعش. اعمل ايده كده. يلا قوم استنى. ده سند الجون خالص. اي استنى. يلا يا سيد، ركز يا سيد، تركيز يا سيد جامد. هوش وشوط. حرك رجلك. ايوه كده. هارد لك. اول واحده بره. برافو يا سند، ما شاء الله. سند حاجه كبيره قوي. الله اكبر. انت مقاس كام يا عم سند؟ يا يا عملتها كده بقى كده. عمل كذا، عملها حلو. ضيع. عمل الفنت حلو. عملت فنت حلو لكن ضيعتها. سيد رياض، فنت زيه، فنت زيه في الزاويه الثانيه. وبيت يا عم كبير قوي في الجول. اقف اقف جول. واحد تعال اهي. ايه ده؟ البتاع مش طويل ليه؟ خلي بالك. هياكلك هياكلك. سند عم سند ان شاء الله يجيب التلاتة. سند سند. هادي يا سيد. سيد وسند، سيد وسند، سيد وسند، سيد وسند، جول. الله اكبر. افتح رجلك شويه يا سيد. انت افتح له ايه ده؟ ده عايز كل حاجه. احمد سند. افتح رجلك شويه يا سيد. ده راقي. عم احمد، عم احمد. احمد سند. احمد سند. احمد سند. احمد سند في العرض. يا العرض في العرض. خد اهي اهي. ماشي ماشي. ايه ايه خلاص شاط الثلاثه. هو على فكره سيد خايف من سند. خايف من سند يا عم. والله حلوه بس جت في العرض. هدي يا عم. يلا يلا هدي يا عم. خلي بالك هتيجي دي. خلاص هتيجي يا عم احمد. هتيجي يا عم احمد. مش هطلق عليك. هتيجي. ركز هنا. هتيجي ان شاء الله. ده بس. يلا العب. خلص خلص. برافو سيد. في النص. عايز اعديها والله كده. الحقيقه هنا جايبين واحده فريق شعلله، وهنا جايبين واحده فريق جت في العرضه دي. تزعل. ماشي ماشي. لسه معانا وقت يا جماعه. طيب نحسب مع بعض الدرجات ونشوف فريق شعلله وصل لكام. هو هو نفس الفرق. وفريق سهلله وصل لكام. انا خايف. انا مر. انا متوهج. شعلله 325 نفس الفرق. 375 وسهلله 375. وهنلعب كورتين هنا وكورتين هنا. اتفضل صلاح هيلعب قدام سيد. اتفضل يا صلاح. ماشي. هما كورتين بس ولا كلنا هنلعب كورتين؟ لا هما كورتين يعني. يلا بسرعه بس. في صلاح روح. يلا عشان الوقت. ما العبهم انا معايا ليه صلاح؟ لا انا كره هو بنغير كرة. بنغير. انا كره هو كره ولا انا اثنين وهو اثنين؟ لا انت كره وهو كره. ولا اثنين واثنين؟ اثنين واثنين. ماشي. يا في العرض يا سيد. هارد لك. بيعمل فنت حلو وبعدين بيضيع. فنت حلو. استنى استنى. اعدل العارضه. ما هي في العرض. بعمل ايه العارضه؟ بس كده. قال له ما بتاخدش العارضه. يلا سيد. يلا سيد. يلا سيد. سيد سيد برضه في العرض. يا جدعان اختها. اوقف يا سيد. اوقف يا سيد. يلا اوقف يا سيد. ممكن تركز تلعب في زاويه ما تلعبش. اوقف يا سيد.
يلا صلاح المصري ما تلعبش في النص. صلاح المصري صلاح المصري يلا صلاح عشان الوقت يلا عشان الوقت يلا يلا يا صلاح. صلاح المصري صلاح المصري صلاح المصري صلاح المصري جول. كوبري 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 انت ليه صلاح المصري تاني يلا صلاح رسول صلاح في النص بقى انت لعبتها في النص برضو. ايه ده ايه ده اه دول يلا يلا سند يلا عديد اه ما انت شطار ياسر الزنكلوني ما غركش هارد لك حلو 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 يلا ياسر تاني فاضل لك واحد فاضل لك واحد ياسر الزنكلوني ياسر الزنكلوني كلنا في ترقب يا ترى مين اللي هيحسمها عم احمد يا نهار ابيض نوكيا بره وايه واعصاب مش ممكن وياسر الزنكلوني وجوه جول حلوه والله مش بالكوره يا جماعه هات الكوره ازاي هات الكوره ازاي ماشي واحده برافو واحده قصاد واحده و هنشوف سند هيعمل ايه يلا سند الله سند داخل سند داخل سند داخل وبيصد حلو قوي يا زنكلوني فاضل واحده سند داخل سند داخل سند داخل هي خني. هي هي بقى بيعمل زي للاسف جول جت جت جول للاسف ايه قدروا انه الفريقتين يحرزوا من الاهداف تعالوا بينا نشوف الدرجات وصلت لكام الدرجات الان هي هي نفس الفرق 345 شعلاله نفس الفرق و 385 سهلاله وبيحسم نتيجه اللقاء مش معقوله 1000 مليون مبروك 1000 مليون مبروك لفريق سهلاله بقياده ياسر الزنكلوني وسيد رياض وهارد لك لفريق شعلاله بقياده صلاح المصري واحمد سند